بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شركة أم الصناعة والتجارة. نحن نحكي اليوم عن جهاز نيميو إكس جي. جهاز نيميو إكس جي هو جهاز من شركة توشيبا الياباني. هذا جهاز شاشته 15 إنش. تحتوي الشاشة على بفلات من ضمن الجهاز. فيها حامل لمشان يحرك الشاشة. طبعا هاي الشاشة قابلة للحركة، تنزيل الرفع حسب شو بدنا. نحن طبعا العيارات من هون للشاشة. عندنا كمان لوحة تحكم بالجهاز. هاي لوحة تحكم فيها زرار، هذول الزرار هنحكي عنه بالتفصيل، اللي هن زرار اختيار البروبات مثلا، الفيزيو للاي سي جي ابلكيشن للتطبيقات تبع الجهاز. عندنا لوحة الكنترول بانل، هي نفوت بتفاصيلها كاملة. عندنا لوحة مفاتيح، هي هي. عندنا ثلاث بروبات، يمكن حوامل ثلاث بروبات مع حامل جل ومع وورمر للجل، تدفئة للجل. عندنا هون ثلاث مداخل بروبات بيقبل الجهاز. نعمل هيك ونطلع البروب، هاي البروب يمكن طلعوا. عندنا مدخل هون للنان ايمج، وعندنا مداخل للاي سي جي هون. بالنسبه للاي سي جي هون بهالمدخل هون، اي سي جي بنقدر نحطه بهالمكان. الجهاز كمان فيه مكابح لتثبيته، اذا كبسنا على اثنين تلاقي ثبت الجهاز طبعا بالمكانه، وفيه المكابح تبعه. طبعا فيه له يو اس بي لوحده التخزين تبعه. في عنا حامل للطابعة، الطابعة موجودة هون وتم تثبيتها. في رف عنا هون نحط عليه طابعة أبيض أسود مثلا أو ملون عفوا، وفينا هون في بالطرف كمان فينا نحط البناية عليها. عنا هون مكان للف البروبات عليه، عفوا لف الكابل تبع التخزين. وفي عنا بالداخل جكات. شو في عنا جكات بالجهاز؟ عنا أوديو فيديو، عنا بي إن سي عمال نسوق بالفيديو عفوا، عندنا سيريا، عندنا كابل شبكة إثرنت، عندنا أربع مداخل يو اس بي، عندنا دي في آي، عندنا زر للإشارة بي إن سي، عندنا طبعاً على زر الإشارة تبع الطابعة الأبيض والأسود. طبعاً هون في كابلات موصلة لطابعة الملونة فينا نضيفها عليها.